أهلا بكم أعزائي. مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي تقدمها لنا الأمانة العامة للأوقاف تأتي لتعبر عن الوجه الحضاري والاهتمام بكتاب الله الكريم من حفظ وتجويد، والذي تتألق من خلال دولة الكويت بين الدول التي تشارك في هذه المسابقة. حول هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي كل من السيدة مريم سالم طبيخ مدير الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومة ومقرر اللجنة الدائمة للمسابقة، وأيضا السيد يوسف الراشد معلم ومترجم لغة الإشارة. أمسي عليكم بالخير، سعيدة جدا بتواجدكم معي. سعيدة. بداية أبدي معك أستاذة مريم، دور الأمانة العامة للأوقاف والصندوق الوقفي في نجاح هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده لها ملامح مختلفة عن مثيلاتها من المسابقات سواء المحلية أو الدولية، وهذا الاختلاف المميز نابع من روح المسابقة الذي يجسد ويعكس روح الأمانة العامة للأوقاف وطرح رسالتها عن طريق الصندوق الوقفي القرآن الكريم بتحقيق أهدافها بواسطة هذا النشاط المميز، حيث تعمل أمانة العامة للأوقاف على تجسيد دور الشراكة المجتمعية عن طريق إشراك المؤسسات المجتمع المدني مع الأمانة للوصول إلى المشاركين من كافة شرائح المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم، وعن طريق نشر الثقافة القرآنية، وهذا اللي يسعى للصندوق الوقفي القرآن الكريم. فهي لا تنحصر كونها مسابقة فقط، ولكن من خلالها نعمل على تثقيف المجتمع وتعزيز جانب الوقف في هذا الدور. أيضا للأمانة العامة للأوقاف رسالة واضحة في ودورها في الريادة والتمسك بهذا الدور، مما جعلنا نرفع من مقاييس العمل ومعايير المسابقة إلى الحد الذي يناسب هذا الجانب، بحيث أصبحت المسابقة تعني بالمعايير الدولية. مسابقة الكويت هي محلية فقط للكويتيين، ولكن المعايير التي تم رفعها بناء على مقاييس دولية صارت مقاييس دولية. اي نعم. هذا خلانا ايضا نهتم بالجانب سن القوانين والمعايير في اختيار المحكمين، حيث ان محكمين مسابقة صارت مسؤولية اكبر يتم اعتمادهم في مسابقات دولية وهي مسابقة محلية، وهذا ما رفع بالنسبة لنا جانب الالتزامون. احنا دائما نسعى لاختيار الافضل حتى في جانب اللي هو النظام الالي. النظام الالي عندنا في المسابقة هو الاول من نوعه والاول في المسابقات في مسابقات القرآن الكريم، وتم تبني من قبل مسابقات دولية عديدة. استاذة مريم، راح نتكلم عن هذا الموضوع وكيف تم استعداد للمسابقة في نسختها الجديدة، ولكن طبعا أبي أوجه سؤال للأستاذ يوسف. طريقة اختيار الصنف في مسابقة حفظ القرآن الكريم. طبعا بداية نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة إن شاء الله، ونشكر الأمانة العامة للأوقاف يعني احتوائهم لفئة الصم والبكم في حفظ القرآن الكريم. طبعا نعطيكم شيء بسيط عن طريقة حفظ القرآن الكريم للصم. بداية أن الأصم يسمع بعينه ويتكلم بيده، فما يستطيع أن يقرأ القرآن مثل الناس السامعين، فهو يعني يستطيع حفظ القرآن الكريم طبعا بمشقة وصعوبة، لأنه يستخدم إيده ويستخدم النظر ويستخدم الفكر أساس أنه يقدر يحفظ يعني أجزاء بسيطة أو صور بسيطة من القرآن الكريم، ففي تعب بالنسبة له. وطبعا هذا كله أجر من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص الأصم، حيث أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القارئ في القرآن له أجر والذي يتأتئ فيه له أجران، فما بالك بالأصم يعني أكيد له أجر أكثر لأنه لا يسمع ولا يتكلم. طبعا عندنا الصم يتفاوتون، فيهم ضعيف سمع فيهم متوسط، في اللي ما يسمع بتاتا، فاللي ما يسمع بتاتا هذا في صعوبة جدا أن يحفظ القرآن الكريم. احنا يعني لما نروح نسمع في المسجد، نسمع في التلفزيون، نسمع كذا، نقدر نحفظ بسرعه بسهوله، لكنه لا يجد صعوبه جدا. فيعني نشكر الامانه العامه للاوقاف صراحه ان تبنوا هذا الجانب في حفظ القران الكريم للصوم. ويعني في هذه الجانب طريقه طبعا التصفيات واختيار المتسابقين
ان شاء الله يعني احنا يعني راح يكون في تصفيات بالتعاون مع الجهات الخاصه بجهه الصم والبكم، يكون في جهات خاصه للصم نسوي لهم تصفيات خاصه، لجنه خاصه يعني مثل لجنه قبل تكون لجنه كل جهه تكون يعني تشوف الناس المتميزين او الحافظين نسوي تصفيات عندهم يرشحونهم اساس المسابقه اللي راح تدش فيها الامانه العامه الاوقاف، وبعدين يتاهلون لهذه المسابقه ان شاء الله. نعم. مريم، كيف تم الاستعداد لهذه المسابقه بنسختها الجديده؟ في الحقيقه استعداداتنا تبدا منذ بدايه العام. يمكن اداره المسابقه حريصه انها تختار سنويا موضوع مختلف وعنوان للمسابقه، وهذا مثل ما ذكرت لان دور الصندوق الوقفي للقران الكريم لا يقتصر فقط على استعداد او كونها مسابقه لحفظ القران، ولكن من خلال نشر رسالته. فاختيار عنوان في كل سنه هذا موضوع يعني ياخذ اكبر جزء من الاهتمام في الاستعدادات. في هذا العام شعارنا هو الحافظ. يمكن احنا لنا في الاختيار جوانب عديده، لما نختار مفرد او لفظ فنطالعها باكثر من زاويه عشان نقدر من خلالها ايضا نتطرق الى الورش العمل اللي راح نقدمها، المواضيع، الدورات. فجانب الحافظ كل المواضيع راح تتعلق بهذا المسمى، نعم. وسنويا احنا نختار مثل في السابق كان عندك شعارنا كان يا حامل القران، تطرق المواصفات واخلاق حامل القران وحافظ القران. كان عندنا وقفه وفاء لسمو الامير الشيخ جابر رحمه الله في شكرا امير القلوب، كان هم ايضا شعارنا. فنحب نلامس في شعاراتنا ومواضيعنا المجتمع. فالسنة كان الحافظ، وهو ان كلام الله هو الحافظ، وان شاء الله يعني بعدد الحفظه اللي موجودين بالكويت واللي شاركونا ان رب العالمين يحفظ الكويت ان شاء الله، وهم ايضا في جوانب ورؤى اخرى. فاستعداداتنا ان شاء الله بدات من بدايه العام في الاختيار، وحاليا الاستعدادات انطلقت 30 اغسطس باعلان الحمله بدايتها، وراح تبدا التصفيات في الجهات اللي عندنا مشاركه 32 جهه من مؤسسات ووزارات حكوميه واهليه، وان شاء الله في على اخر 11 تبدا 22/11 التصفيات النهائيه اللي احنا نشرف عليها في المسجد الكبير بالتعاون معه. الى نهايه العام ان شاء الله راح يكون الحفل التكريم من قبل حضره صاحب السمو امير البلاد. نعم. استاذ يوسف، مواصفات اللجنه الخاصه بالصم. طبعا هذه احنا حاليا قاعد ندرسها مع الاستاذه مريم في الامانه العامه الاوقاف. طبعا في امور معينه تحتاجها، خاصه ان الصم يعني ما يقدرون يتكلمون، ما يقدر يتكلم، في امور تجويد ما تجويد هذه ممكن نلغيها، في طريقه الكتابه. حاليا راح يعني يتم ان شاء الله يعني راح بعد الاجتماعات كذا راح نبين طريقه اللجنه بالضبط. بس اكيد يعني راح يكون فيها ناس متخصصين يعني في لغه الاشاره، ناس متخصصين في جهة الصم والبكم. في ملامح يعني بارزة مريم من خلال هذه اللجنة؟ نعم. من خلالكم أنتوا يعني حددتوا معايير معينة؟ نعم، احنا نضعها عن طريق اللجنة الدائمة اللي هي مختصة في سن القوانين، وهناك لجنة تنظيمية في الأمان العام الأوقاف نضع الملامح وما يحتاجه المشاركين في اللجنة. فالجانب القانوني يسن اللجنة الدائمة، وهي عبارة عن مشايخ يرأسها الشيخ أحمد سنان وبعض الأخوة الأفاضل والأخوات. هذا فيما يخص الجانب القانوني وجانب التسابق نفسه. فهذا لازم نضع بالاتفاق فيما يناسب، خصوصا احنا الفئات الخاصه يعني دائما نسعى ان احنا نشجعهم، ما نضع المقاييس جدا مرتفعه، خصوصا ان هذه اللجنه مستحدثه، فدائما نختار الجانب اللي يشجعهم ويحثهم على الاشتراك. اما الجانب التنظيمي فهو يضع اعضاء اللجنه التحضيريه من حيث تشكيله ومستلزماته وما يحتاجه سواء الوقت او مواصلات، فنضع كامل الاحتياجات بحيث تكون اللجنه سهله. اكيد احنا راح نكون على موعد معاكم في تقريبا شهر 11 مثل ما ذكرتي ان شاء الله علشان نشوف النتائج، واكيد راح تكونوا معنا هنا في لقاء حصري. يعطيكم الف عافيه. اذا حابين نقولون كلمه اخيره ابدي معك يوسف. والله يعني صراحه نشكركم ونشكر جميع من يعني ساهم في ابراز دور الصم في حفظ القرآن الكريم، وندعو جميع الجهات يعني لتبني مثل هذه المشاريع في مصاب القرآن الكريم، وخاصة يعني أولياء الأمور شجعون عيالهم في حفظ القرآن الكريم. وكلمة صغيرة يعني أن ننصح يعني الناس السامعين أن يهتمون في حفظ القرآن الكريم لعيالهم، لأن يعرفون اللي يعيش مع الصم يحس بنعمة السمع. نعم.
فننصحهم بحفظ القرآن الكريم وتعليمه لأطفالهم. نعم مريم، شكرت لكم استضافة. شكرا لكم ونتمنى لكم كل التوفيق. إذن أعزائي أكيد متواصلين معاكم ولكن بعد الفاصل.